بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضراتكم ومرحبا الى حلقه جديده من حلقات برنامجكم لغه القران على شاشتكم المفضله قناه الناس مشاهدي الكرام في مسيرتنا مع سوره البقره تستوقفنا ايه كريمه لها تفاعل في حياه المجتمع وهي ضروره كاي ايه من ايات القران الكريم لتستقيم حياه الانسان على هذه الارض الله سبحانه وتعالى يحب للإنسان أن يعيش هانئاً سعيداً راضياً مطمئناً يستشعر السكينة تملأ قلبه والطمأنينة تسيطر على أجوائه لا يقلقه شيء ولا يستفزه شيء ولا يحتاج الى شيء فلا يجده والله تعالى حين فرض العقوبات لم يفرضها الا بعد ان كفل الوحي للانسان ما يغنيه عن فعل اي شيء يعاقب عليه فالانسان يحتاج الى الطعام فاذا كفل له الطعام فسرق قطعت يده لا قطع الا بعد كفاله ما اذا انقطع تتم عمليه قطع اليد يعني لا قطع لليد لا عقوبه لسارق الا اذا كفي حاجاته ايضا خفف الله عقوبه الزاني العزب الذي ليست له زوجه بينما شدد في عقوبه الذي له زوجه هكذا يعمل الاسلام على الوقايه اولا قبل العلاج في حياتنا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى لا تتوقف على طول او على قصر قد يموت الصغير قبل موت الكبير وكثيرا ما نرى الابناء الذين يموتون في حيوات ابائهم وامهاتهم قد يمرض الانسان ويستمر مريضا مده طويله وغيره صحيح غايه في الصحه يموت دون مرض او بمرض يسير اياما معدودات ويموت الحياه هكذا قلب يموت الصحيح ويستمر مريضا العليل وقد يشفى بعد ان كان عليلا النفوس ايضا متقلبه قد يحب الانسان اهل بيته ويرتبط بامراته ارتباطا وجدانيا حميميا ثم تعتكر الاجواء لاي سبب ويانف منها او تانف منه فاما ان يطلقها واما ان تختلع نفسها وكان شيئا لم يكن امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وكم في الوجود من زوجين في اسره كان كل منهما قطبا في اسرة من قبل ذلك، واعتكرت الحياة معه في اسرته، واعتكرت الحياة معها في اسرتها، فتم الانفصال هنا وهناك ليلتقي هذا بتلك لان الله قدر ذلك ولان روحيهما في الابد في الازل قد اختارت ذلك. سبحان من يعلم ما لا نعلم. سبحان المطلع على ما لم نعرف سبحان من علمه ازلي ابدي وما علمنا في علمه مما يقاس بشيء فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قد ينفصل زوجان لا يحب الشرع لاي منهما ان يظل عزبا دون زواج انفصل عن زوجته وانفصلت زوجته عنه يحب الله لمن انفصل عن هذه ان يتواصل مع تلك ولمن انفصلت مع هذا ان تتواصل مع ذاك لماذا لان الله يحب للانسان ان تقر عينه ولا تقر العين ولو ملك صاحبها اموال الدنيا من دون زوجه ولا تقر عين المراه مهما ملكت من منصب وجاه ومال دون ان يكون لها زوج فالزوج للزوجه كما قالت الاعرابيه الزوج عز في الشدائد وفي الخطوب مساعد ان غضبت عطف وان مرضت لطف الزوج لما عناني كاف ولما شاقني شاف يكفيني فقد الالاف الزوج شعاري حين اصرد ومتكئي حين ارقد وانسي حين افرد ريقه كالشهد وعناقه كالخلد لا يمل كرانه ولا يخاف حرانه ذلكم هو الزوج كما رسمت صورته الاعرابيه الحكيمه الواعيه السويه صاحبه النظره البعيده الصادقه مع نفسها والزوجه للزوج مبعث السكينه ومعين الري ومكمن السعاده وينبوع الاطمئنان والسكينه الزوجه نسبه للزوج الام التي لم تلد والبنت التي لم تولد والاخت التي لا يربطها بالزوج اخوه قبل الزواج وفي الاخير هي الزوجه نعم الزوجه للزوج ام دون ان تلده وهي بنت دون ان يلدها وهي اخت دون ان تكون اختا من عصب او نسب ثم هي الزوجه ابر كائن بالرجل من البشر زوجته وابر كائن بالمراه من البشر زوجها تلكم هي الحقيقه الحقيقه المجرده في الاسلام ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا من السكينه ومن السكون ومن السكن لتسكنوا من السكينه لتسعدوا وتهناوا وتستقروا لتسكنوا من السكون معنى الهدوء والاطمئنان والاستقرار لتسكنوا من السكن معنى فيها الإيواء وفيها الأمن وفيها الأمان تلكم هي الزوجة إذا حدث انفصال فالله تعالى يقول أيها الناس ايها المنفصلان لا تظنا ان هذه نهايه الحياه اولا ولا تنسوا الفضل بينكم لا تتحدث عنها بسوء وانت لا تتحدثي عنه بسوء اولا ثانيا وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته هذا اطار ثم بعد الفاصل نتحدث فيما بداخل الاطار السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد التفرق سيغني الله كل من سعته. التفرق اما ان يكون بموت الرجل واما ان يكون بان يطلق الرجل المراه في حاله موت الرجل الزوج على المراه ان تعتد عده مدتها اربعه اشهر وعشره ايام وفي اثناء الطلاق اما ان يكون الطلاق رجعيا واما ان يكون الطلاق بائنا المتوفى عنها زوجها والمعتده من طلاق بائن طرف يعني المراه المتوفى عنها زوجها في اثناء العده ومعها المراه المطلقه طلاقا بائنا طرف الرجل اي رجل في الوجود طرف اخر القلوب بيد الله سبحانه وتعالى قذف الله حب امرأة توفي عنها زوجها، أو حب امرأة مطلقة طلاقا بائنا في قلب رجل مال إليها، رآها فاهتزت جوانياته بمطلعها، رآها فنبض قلبه تمنيا لان تكون له زوجه راها فنزع اليها فمال اليها فينا نحن الرجال وفي النساء عوامل للنزوع الى الطرف الاخر راى الرجل المراه فنزع اليها اي مال اليها الشرع لا يقيم له الدنيا ولا يقعدها اذا مال الى المراه بل ذلك ميل فطري طبيعي الذين لا يميلون الى النساء من الرجال ليسوا طبيعيين هم في حاجه الى دراسه علميه نفسيه أو اجتماعية أو اقتصادية دراسة علمية الأمر الطبيعي في حياة الإنسان أن يميل الذكر للأنثى وأن تميل الأنثى للذكر الله تعالى خالق الإنسان فاطر الإنسان الأعلم بالإنسان وبالقوى في الإنسان من علم الإنسان بنفسه لانه هو الذي صنع صنع الله الذي اتقن كل شيء يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ثم ثم ان خفقان القلب ثم ان نبضات القلب تهتف باسم حواء من الحواءات امر فطري وهو الخطوه الاولى نحو الارتباط الحلال المشروع اذا طرق الميل الى الانثى باب القلب لدى الرجل اندفعت عيناه للنظر إليها، وتحركت في داخله رغبة تتمثل في الميل إليها، وآنئذ ما لم يشرع له طريق حلال ربما قاده الشيطان إلى طريق حرام، إيصادا لباب الحرام أمام الشيطان يفتح الله للانسان باب الحلال وذلك هو ما تحمله الايه الكريمه ايها الاخوه المشاهدون الكرام ايتها الاخوات المشاهدات الفضليات ذلكم هو ما بين يدي الايه التي سنطالعها في لقائنا القادم فالى ان نلتقي تحياتي الى حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته